أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ليل وسكون وظلام هكذا هي الحياة في قاع البحر فلماذا هذه الظلمة؟ وهل هناك كائنات حية تعيش في هذا المكان؟ وما سر الأمواج التي في قاع البحر؟ ظلمات البحار مهما كانت أعماق البحار بعيدة عن أشعة الشمس إلا أن الله خلق الأمل والحياة فيها عالم مذهل شاهد على خالقه فلا تنتهي في جوفها العجائب قد تكون الأعماق بعيدة لكنها ليست بعيدة عن رحمة الله صنع الله الذي أتقن كل شيء إذا حصرنا المياه كلها على هذا الكوكب راح نلاقي أنه 97.2% هي المياه الموجودة في البحار والمحيطات بينما باقي الكمية وهي 2.6% هي المياه الموجودة في المتجمدات بقي شيء بسيط جدا وهو 0.2% هي البحيرات الأنهار هي عبارة عن المياه الجوفية الإنسان اكتشف الكون أكثر أو عنده معلومات كمية كبيرة معلومات عن الكون أكثر ما عنده عن أعماق البحار يعني حتى من الأزل علم الفلك كان متطور أكثر من علم البحار من ناحية علمية يعني لأن النزول إلى أعماق البحار صعب ومكلف جدا لذلك تأخرت البشرية للحصول على معلومات كثيرة عن أعماق المحيطات Let's remember always that the Earth's surface is occupied by 3/4 by water. And the average depth of the ocean globally is 3 kilometers. 3 kilometers is a huge pressure that prevents, not prevents, but make any operation in the deep ocean very difficult and expensive. Not impossible, but difficult and expensive. ودرجات حرارة يعني منخفضة جداً. باردة يعني الإنسان ما يستطيع أنه يعني يغوص إلى هذه الأعماق البحر الصافي طبعا الإضاءة تنتقل لغاية يمكن 100 متر بصورة عامة كل ما قسنا في الأعماق وهذا شيء الغواصين أتوقع يشوفونه ويعرفون هذا الشيء أن كل ما نزلوا في الأعماق أكثر يشوفون أن في ألوان تختفي من عندهم الغواصين دائما يتنافسون على من يغوص أكثر ومن يتعرف على عالم البحار أكبر تشعر بالظلمات؟ تغير عليك الألوان أنت أول ما تغوص تكون على سطح البحر ترد مرة ثانية تغوص تبدأ تتغير عندك الألوان شو تشوف؟ أول ما تنزل في دورات الغوص في بداية الغوصات اللي تجربها في البحر ينزل معاك المدرب ومعه بليتة البليتة هذه فيها معه قلم رصاص يبدأ يوريك الألوان ويأشر لك عليها يسألك هذا اللون شنو هذا اللون شنو هذا اللون شنو تلقى نفسك وانت على 5 متر قاعد تجاوب صح تنزل تحت
تبدأ تتغير الإجابات. طبعًا أنت ما تكتشف هذا الشيء إلا عقب ما تطلع. أولًا تختفي الأمواج الدافية اللي هو الأحمر والأصفر والبرتقالي. فدائمًا لما ينزل الغواص لون الأحمر ما يشوفه خلاص يشوفه كلون أسود. وكل ما قصنا أكثر تبقى الألوان اللي هي الباردة مثل الأزرق والأخضر. فكل شيء يصير لونه كأنه أزرق وأخضر في الأعماق اللي موجودة تحت. تنعدم كل أشعة الشمس في البحار على عمق تقريبًا 1000 متر. ويختفي الضوء تماماً. ولكن لماذا جاء الوصف القرآني للظلمات بأنها ظلمات بعضها فوق بعض؟ And this is because light is attenuated by water. You know, it becomes blue, and then the blue becomes darker and darker, and then nothing. ضوء الشمس ما يستطيع يخترق. يعني حد ضوء الشمس ممكن المنطقة البناء الضوئي بالنسبة للكائنات الحية أو النباتات اللي موجودة في المحيط أول 100 متر. أني إلى من 100 إلى 1000 متر تقريبا في ضوء بسيط، لكن 1000 متر فما تحت أو فما فوق يعني في الأعماق ما في إضاءة في هذه المنطقة، فالكائنات تعيش في ظلام حالك. So when you go down in the deep ocean, dark ocean means 100 meters and deeper. Even if you have your strobes to look around, you never see more than a few square meters. So you cannot have a view of the landscape of the ocean like you can have on land. It's like working on land at night when it is foggy. فهذه المنطقة جدا مظلمة، فالكائنات الحية اللي في هذه المنطقة يعني من قدرة الله سبحانه وتعالى أنها تعيش على تفاعلات كيميائية معينة لا على عملية البناء الضوئي كما يحدث على سطح الأرض. خندق ماريانا في المحيط الهادي 11000 متر، أعمق نقطة في البحر. أعمق نقطة تم اكتشافها في البحر، لعل يكون في أعمق منها، لكن هذه أعمق نقطة تم اكتشافها رسمياً 11000 متر، فأكثر من جبل إيفرست. يعني لو تجيب جبل إيفرست وتحطه داخل الأخدود لوسع الأخدود جبل إيفرست. يعني هذه الأخدود يعني صعوبة الوصول إليه، يعني في العصر الحديث غواصات طبعاً مصممة تصميم خاص هي اللي تستطيع أنها تغوص إلى هذه الأعماق، وتقنيات طبعاً عالية. سبحان الله، يعني شنو هذا المحيط؟ شنو يعني شيء خيال. So initially man was thinking of going down in person with a submersible, the man submersible. Now submersibles, deep ocean submersibles are not the future of ocean exploration. We are thinking of automatic vehicles, the so-called ROV, remotely operated vehicles that right now are driven from the surface through cables. And the future, the frontier, technological frontier now is to build autonomous vehicles with not connected to a vessel. أنا تقريباً البحار اللي دار مدارنا يعني تقريباً كلها يعني غصت فيها. البحر الأحمر غصته بالجانبين السعودي والجانب المصري. ما شاء الله. الخليج العربي غصت ما شاء الله في كل دول الخليج عندي غوصة عندي. في البحر الأبيض المتوسط من تركيا خذيناها من بدايته من اللي هي أنطاليا انتهينا لأزمير، قصنا هذه المغاصات كلها. أحلى 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 مغاص موجود، يعني تقريبا يعني حتى تصنيفه على مستويات عالمية. البحر الأحمر هو اسم على مسمى. أعماق البحر عالم عجيب، اللي عايش على سطح الأرض غالبهم يجهلون إيش يصير من عجائب اللي أنت شفتها في تجاربك. والله يا أبو سالم، شوف بداية يمكن علاقتي في القوس يعني أحد الأسباب الأساسية فيها أن شفت يعني صخب الحياة والدوام والروحة والردة من على قولتهم تفش البي سي دي وتنزل تحت ما تسمع ولا شيء إلا صوت الفقاعات اللي تطلع منك. وتبدأ عاد تشوف الألوان وتشوف الناس، لا في تلفوني رند بعد ولا في سيرفس ولا في عندك ولا حد يعاتبك ولا حد يكلمك ولا شيء. تعيش يعني تحس نفسك كأنك في حلم، يعني خاصة المكان كان جميل تبدأ تنسى نفسك أصلا. So
scientists and engineers use the sound as a way to see the surroundings, the echo sounding. You send an impulse that comes back, you know, like bats. In nature, bats use the same system. Abdullah, اعمق نقطة وصل لها الإنسان في الغوص. أعمق نقطة وصل لها الإنسان في غوص السكوبا 332 متر. كانت من الكابتن أحمد جبر ورقم تسجل في جينيس في موسوعة جينيس للأرقام القياسية. أي كابتن مصري. والصدفة الحلوة أن السنة اللي طافت كان رقم مهول يعني رقم خيالي يعني في ناس حاولت وماتت يعني صادفت السنة اللي طافت هني بالكويت كان موجود في زيارة عنده هني حق الكويت فقعد يقول لي أنا كنت أول شيء أعد لها من فترة طويلة قبلها بكذا سنة أنا أعد حق الموضوع جدا جدا يعني صعب ما هو سهل يعني نزلة كلها والطلعة من الغوصة استهلكت منها أعتقد عدد مهول من التانكيات يعني مو شوية النزلة كانت سريعة النزلة ما عندك مشكلة فيها الطلعة كانت ب 12 ساعة يمكن أعتقد عشان يطلع بس إيه لا مو سهل الموضوع لأنه يمر في مراحل علشان يفرغ النيتروجين اللي هذا عاش اللي في البحر عاش إيه لا هو شيء يعني هو شيء يعني جهد جبار منه هو مو نازل تانكي واحد ولا شيء هو لو تشوفه بالصورة تانكيات كذي شايل هني تانكيات وهني تانكيات ثلاثة أربعة وثلاثة أربعة ويبدأ يبدل ومن يصعد فوق ينزلوا للغواصين يبدلون معاه تانكات ويرد يحط تانكيات ثانية قال لي يعني تصدق قال لي أنا ليه الحين غوصة أعتقد كانت في سنة 2014 قال لي أنا هذا الحكي يعني إحنا نتكلم في 2016 14 15 16 قال لي أنا ليه الحين أتعالج يعني ليه الحين أتعافى من هذه الغوصة تأثر على الصحة طبعا تأثير مو طبيعي في عام 2007 اكتشف العلماء يعني في وقت قريب جدا أن هناك أمواج سطحية غير الأمواج التي نراها على الشاطئ وهذه الأمواج عميقة جدا يقدر عمقها تقريبا ب 1500 متر سبحان الله قبل 1400 سنة ذكر هذا الكلام في كتاب الله سبحانه وتعالى أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب سبحان الله أمواج داخلية هي بالعلم الحديث للعلوم البحار هي موجودة مشهورة في أماكن معينة مثل عند خليج عمان مشهورة هناك مشهورة عند جبل طارق السبب الرئيسي لأنه في اللي هو الهيدروليك جامب اللي هو تغير في الأعماق من منطقة لمنطقة الأمواج الداخلية ما تنشاف يعني لو احنا ننزل ويانا كاميرا ما راح نشوف الأمواج هذه لكن نقدر نقيسها بأجهزة دقيقة شنو الأجهزة هذه اللي هي مثل الجهاز اللي يقيس درجة الحرارة وجهاز اللي يقيس الملوحة أعمق نقطة وصلت لها وانت تغوص شوفي أعمق نقطة في الغوص الترفيهي المفروض هي 40 متر احنا في مصر يعني تقريبا نزلنا في نقطة يعني بحدود 40 متر شوية زيادة طبعا هو كان سبب الغوصة هذه إغراء أن في هذا المكان تحت في مثل القوس فمن المتعارف عليه في هذا المكان أن اللي بيغوص غوصة حلوة بس يكون يعني شوية متمرس بالغوص وقادر يسوي كنترول على نفسه أن نعدي من تحت هذا الأرج فعشان تعدي من تحت هذا الأرج ممكن تتعدي العمق الأقصى اللي الغوصة ترفيه شوي وتطلع من الجهة الثانية بحيث أنه خلاص أنت تشوف الدائرة هذه تنزل تحتها تظلم الدنيا تشوف الغوص تشوف تحت الشمس جاية من الصوب الثاني وتبدأ تصعد مرة ثانية يعني أنت كل ما توصل حق الحد الأعلى من الغوص تبدأ تحس بإحساس غريب إحنا الشباب يسمونه مثل هو السكر الحلال هو أي والله السكر الحلال لأنه هي يسمونه سكر الأعماق لكن هذا السكر يأتي من شنو وهذا اسم علمي اسم علمي نعم. سكر الأعماق كل ما تنزل إلى عمق أكثر يعني من يعني بحدود من تبدأ مثلاً من 25 من 40 وانت نازل يصير عند الإنسان يعني إحساس مثل إحساس بالنشوة مع يعني مثل عدم التركيز وإنه يبدأ يفقد الإحساس بالشغلات اللي هو قاعد شوف تصرفات غريبة من الشباب تصرفات غريبة وهذه تعتمد من شخص لشخص يعني في شخص تبين عليه مبكر في أول لمتار يعني هذا يقول أنت يا حجي ما مداك للحين ما استأنسنا العشرين قاعد يصير فيك كذي تعال شو بتسوي فاطلع اطلع كذي في بعض الكائنات تنير نفسها لاصطياد
يعني الفرائس وغيرها، وبعضها لا تستخدم التفاعلات الكيميائية لتكون الطاقة بالنسبة لها، يعني سكريات وغيرها تكون الطاقة. يعني عملية البناء الضوئي يسمونها فوتوسينثيسز، تحت عملية البناء الضوئي تصير اسمها كيموسينثيسز، لعمليات كيميائية معينة تكون في أعماق المحيطات. بعض الكائنات البكتيريا الدقيقة وغيرها الكائنات الحية الدقيقة تستخدم العمليات الكيميائية من أجل الحفاظ على الحياة. ما أعظمك يا ربي كل الأمر لك، ما أكرمك ولا أنت أرحم من ملاك، يا من إذا ندعو أجاب، ما خاب من هو بالحب تعبدك القلوب تهفو إليك لتسألك. هذه الظلمات التي رأيناها اليوم في أعماق البحار، في ناس سبحان الله على سطح الأرض يعيشون نفس هذه الظلمات بسبب ذنوبهم. اسمع هذه الآية، الله سبحانه وتعالى يقول: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الذي أحيى هذه الكائنات بهذه الظلمات قادر على أن يحيي قلبك بالإيمان، ولكن إلجأ إليه. قبل الأوان لا شيء كان، فلا زمان ولا مكان، فالله قال للكون كن شيئا فكان. تحلو الحياة إذا تفكرنا بآيات الإله، كحل رؤاك بكل ما صنعت يداك. الصين يتنافسون. يلا. التي في قاع المحيط. لا هذا عمل في قلبك بالإيمان. بقول شيء قلبك بالإيمان. قلبك بالإيمان. شديد. فلجأ إليه.